ايه رأيك انك تعمل صورتك بالشكل ده، او انك تخليها شكلها كده او كده، او تخلي شكلها كده او كده، او تغيرها لكده؟ او تخلي صورتك جوه اللابتوب كده. لو عجبك الاشكال دي ونفسك تعمل صورتك نفس الشكل ده، كمل معانا الفيديو وهتفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم كل مشتركي قناة اي جي فاير. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنشرح برنامج البي اي بي كاميرا، تحميله مجانا للاندرويد والايباد والايفون. هتحمل البرنامج وتدخل هتلاقي هنا فيه كلاسيك وفيه الكوليج. كلاسيك، نضغط على الكلاسيك وهنختار الصورة. هنا اخترنا الصورة، اقدر العب في الافكت نفسه، اخلي شكلها كده كده. في افكتس كتير جدا مش عايز احرقها لكم في الفيديو، هسيبها لكم تلعبوا فيها وتظبطوا براحتكم. اختار مثلا الافكت ده، الافكت ده مثلا. ممكن نغير الباك جراوند، يعني الباك جراوند لوحده، الصورة اللي ورا نغيرها. نختار الباك جراوند وريبليس الباك جراوند، ونختار صورة تانية عادي جدا وليكن مثلا الصورة دي. ممكن نغير في لونها عادي جدا، نغير هنا الصورة، خليها كده مثلا، خليها بالشكل ده، وتبقى عملت صورة جديدة. طبعا انا مش هقدر اصمم لكم حالا حاجة يعني، بس انتوا اكيد هتقدروا تصمموا تصميمات روعة وبتفكير افضل. يعني نجرب الافكت ده، وفي مثلا الافكت ده حلو، الافكت ده شوية، وتضغط على سيف، بتسيف الصورة. ممكن تشارها على تويتر او الانستجرام او الفيسبوك او اللاين، وكده هي تسيفت عندك في الصور. طبعا في كمان الاضافة التانية اللي هي الكلية، الكليش بتضغط عليها وتختار صورة معينة الشكل اللي انت عايزه، يعني مثلا كده، وبتختار الصورة ونكست، وبيجيب لك الصورة وبيعملها لك كأنها ايه، مجازين. ممكن بقى تنزلها على الفيسبوك او الانستجرام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا فهمتوا الشرح كويس. لو حابب تفيد حد ياريت تعمل شير للفيديو ولايك وسبسكرايب للقناة لو عجبك الفيديو، وانتظروا فيديوهاتنا القادمة بإذن الله.